ما حكم بيع التقسيط لأجل مع زيادة الثمن في سعر البضاعة عما لو كان البيع حالا؟ لا بأس بذلك. ما شاء الله. البيع لأجل بزيادة عن الثمن الحال، سواء كان هذا الأجل أجلا واحدا أو مقسطا على آجال، كل ذلك جائز والحمد لله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا يشمل الدين الذي هو ثمن المبيعات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما بثمن مؤجل ورهن درعه صلى الله عليه وسلم به، ومات ودرعه مرهون بذلك عليه الصلاة والسلام. ولأن الله جل وعلا أباح دين السلم وهو مباح بإجماع المسلمين، والسلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، سواء كان الثمن هو المؤجل أو كان المثمن هو المؤجل، كل ذلك جائز. والأصل في المعاملات والحمد لله الحل والإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم.